تواصل اليوم الثالث على التوالي مؤسسة حياة كريمة تقديم خدماتها بمنافذ بيع اللحوم البلدي والدواجن بأسعار مخفضة بمختلف محافظات الجمهورية. وأقامت مؤسسة حياة كريمة منفذين للبيع بمحافظة الشرقية، الأول أمام مبنى ديواني عام المحافظة والآخر بميدان طلعت حرب. وتباع اللحوم والدواجن داخل منافذ حياة كريمة بأسعار مخفضة تخفيفا على كاهل المواطن المصري. الحمد لله الإقبال كبير جدا في خلال الثلاث أيام، النهارده ثالث يوم على التوالي، فالإقبال كبير جدا من المواطنين لدرجة إن في مواطنين بيجوا أكتر من مرة يشتروا، وده طبعا يعني بيفرحنا احنا لأن ده بيثبت جودة اللحمة وإن هي طازجة وحلوة جدا. أنا بشكر حياة كريمة على المبادرة ديت وعلى مبادرات كتيرة بتعملها، مش دي بس، دي حاجة حلوة، دي في نفس الوقت برضو بتوفر حياة كريمة فعلا للناس جميعا. ده يعني بيدينا تفاؤل للأيام المقبلة، وإن نحافظ من جشع التجار اللي عايزين يزودوا على العمال والبطال، دي ضربة ليهم. وياريت الناس كلها تشكر حياة كريمة والمسؤولين اللي قاموا بتوفير هذا المنفذ للمواطنين. هي مبادرة كويسة جدا، ويعني ربنا يصلح الحال، وادناها على طول كده هوت مفتوحه علشان خاطر تقضي على جشع التجار وان هم يبيعوا ويشتروا في الناس اللي هم محدود الدخل،